السلام عليكم. عودة الأسطورة. المهم أخوت، دابا خوتنا تيسبونا ويسبونا الملك والشعب المسائل، فقرر الفلوجة غادي يعيط المينيستر ديال لا ديفونس ناسيونال ديال الجيري ما بغاوش يحشمو. حنا ما غنديروش فيديوهات القنصبو السنافير، كاين حنا غادي نعيطو للجنرال شنخريخة على بركة الله شنخريخة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يخليك، مينيستر ديال ديفونس ناسيونال الجيري ياك؟ وي مرحبا تفضل. واخا سيدي، الله يخليكم، تنصيفط لكم واحد لا دوموند باش بغيت تنصيفط لكم وما تجاوبونيش ندير لارمي تجنيد. وما كاينش شي جواب لا والو، واخا لي كوري ديال لي ريكوموندي وهذا ما كاينش شي جواب. شنو المعمول؟ انا دابا داخل فاكسيت هذا لا دوموند، فاكسيت ولا بعثتو باركوري ولا لا باركوري؟ ريكوموندي اخويا، ريكوموندي غيكون بالفاكس. فين علمالك هذا؟ اوكي هذا لا دوموند تاعك، درت لادريس تاعك والتليفون وكلشي. كلشي كلشي. انا ممكن دابا يطلبوا فيك اخويا، دابا راه عام ونص، راه عام ونص، هذا راه لا دوموند الرابعه. واش وصلت الوقيته ديال الجنيد ولا مازال؟ اسمح لي الو 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 تفضل اخويا، علاش تقطع عليا؟ اش من اداب هذا تقطع عليا؟ شكون اللي قطع عليك؟ اللي كواك هو اللي قطع. لا قطعتي عليا، انا ماشي غير سبي هذا وحشومه يا اخي. انا هذا وانا زيت عليك بلا قال لي معايا اخويا. انا اشوف، انا غادي نمشي للديوان وغادي نصيفط رساله لشنقريحه، حيت انا ما يمكنش. تبقى معايا نبقى معاك، ما عنديش مشكل، تنخافش. ما غنقطعش انا، ما نكوبيش. ديتكتيني فين كاين انا. الله ينعم. انا مريض اخوتي، واد بغيت ما تقطعش. قال دوز ليا الجنرال شنقريحه. صحاب لك غادي نقطع التليفون عامر 3000 درهم. تاي دابا راه تاي قلبوا فين كاين انا، مني تندوي مني تنعيط. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك خويا، شنقريحه خلي عندنا واحد الصنداله 95 65. شنقرحني شنقرحني، جاوب. مينيستر ديال ديفونس ناسيونال. مرحبا بكم في وزارة الدفاع الوطني. الدفاع الوطني. نعاودو نعيطو لوحدة أخرين. نعيط لوزارة الداخلية ديال الجزائر. داخلية. نعم. ألو. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الداخلية دي. نعم. وزارة الداخلية ماشي الداخلية. والله ما تنسمعكش اخويا، التليفون عندكم باقي قديم ديال رأفت الهجان. شنو قلتي؟ انا ما تنسمعكش، صوتك منخفض بزاف. والله ماني نسمع فيك اخي. قلت لك ما تنسمعكش، صوتك من عندك الهاتف قديم. ليش باغي تسمع فيا؟ دابا مزيان خويا. وزارة الداخلية الجزائرية. نعم. الله يخليك، بغيت غير نستفسر على واحد المسألة. تفضل خويا، انا نقدر نعاونك. ربي يخليك، انا مجوج جزائريه حراميه. مرحبا بك. ربي يخليك، وبغيت ناخذ الجنسيه ديال الفيكيك. الجنسيه ديال الفيكيكيه ديال الجزائر، شنو المتطلبات ديال الفيكيك؟ حنا عندنا جنسيه جزائريه، ما عندناش الجنسيه الفيكيكيه. لا جزائر، انا ولد فيكيك، انا مقيم فيكيك، والزوجه ديالي من وهران. الله يبارك. ربي يخليك، بغيت نعرف شنو الوراق اللي خصني ندير وشنو
مساء. باش تدي جنسية جزائرية. انت راك عايش هنا في الجزائر ولا وراك اخي؟ ولا انا حمق نعيش في الجزائر، انا عايش في انا جيك. عايش في جيك. عايش في جيك. باش نعيش في شوف الجزائر ما فيهاش خويا، البان. مرحبا بك، راه حنا خاوة خويا. مرحبا لا لا، بك. ما كاين لا خاوة ولا خراوة خويا، انا خصني ناكل البنان راك عارف، فهمتي، خصني نجلس في جيك. معليش خويا الله يهديك، نقول لك برك الله يهديك. ولكن اخويا نقول لك برك الله يهديك. واخا اسمح لي، قلتي واحد الحاجة زوينة، قلتي حنا خاوة ياك. معليش خويا الله يهديك خويا، هذا واش نقدر نقول لك من المنصب اللي راني فيه، نقدر نقول لك الله يهديك. ولكن خويا علاش عايرتونا في هذه البطولة اللي وقعت، الله يهديك. شوف اللي نظمتو في أخي الجزائر، علاش شبعتو فينا سبان وسبيتو أخي لنا نقول الملك حاجة برك. حشومة تتقولوا لنا معليش سحارة. نقول لك حاجة قولني يا اخي، انت تخي الحكاية، انت تهضر وانا نسمع. معليش واحد خصك تعرف فيك، تتقول لي الله يسامحك، انا راه بقى فيا الحال عايرتونا. معليش خويا، انايا وبغيت ندير شكاية. انا هذا اللي تهضر معاه. مرحبا، هذا اللي تهضر معاه. تقدر انت ولد الناس، ما نعرف، انت باك وامك محترمين. معليش جستومو الانسان هذا اللي تهضر معاه. شتني انا عايبتك كي راك تهضر معايا كيما هاك اخي. ولكن انا هضرت معاك باحترام، انا تنهضر لك على داك الناس، وانا ثاني هذاك 30,000 اللي كانت في الملعب. خويا هذه بلادي، انا راني هنا، راني خدام. اجي للمغرب اصاحبي، اجي للمغرب نعطيوك ضابط تخلص مزيان، تاكل البنات تقدر تما. خويا المغرب راهي ليك، وحنا بلادنا ونموتوا عليها. وعاش الملك اخي. حنا ومن فضلك اخي، احنا مثلا عندي استفسار، عندي استفسار يا خويا. عواشر مبروكه كما تقول علينا وعليك، ولكن انا باغي ندير شكايه بهذاك الشعب اللي اجل هنا. ما تقطعش عليا. الو الو، ايوا ولا الو. والله ما تيحملونا. شوف ماشي قال لي بسلامه والله يسهل عليك، نو جا قطع عليا في وجهي. الو السلام عليكم. الو الو، اوبيتال زرلانه. وي واختي، انا في باب العسه. باب العسه حدا في يومبو، حنا من حدا في ميومبو. انا اختي تنشتغل في الجيش. ربي يخليك. وكنا تنيشو على السعيديه بدوك الصواريخ اللي خدانا من قريشه، ويطردق علينا واحد، وخصنا الدواء الحمر اختي. والدواء الحمر صاحبي ما طاري لي والو، غير طارت لي ودني وصافي. هذا ما كان صافي. تفرقوا علينا كاع دوك الصواريخ من قريشه اليوم، يجري علينا. صافي انا سين نقول لك هذاك هذاك الدواء الحمر باطل كاع. عرفتي اختي، شوفي اختي، بنتي ليا زوينه بوكوصه، الا بغيتي نعرض عليك للسعيديه جيت تبرعي، وعندي واحد الكلينيك وقابليه ليا. جيت تبرعي، جيت تعيشي البحر وتاكلي البنان. لا البنان كل وحدك، ما تحبش البنان. انا البنان لقيتي انت. احنا الله يبارك، انتما مشتاقينو. الله يهديك الله يهديك. قالت لكم الجوع، قالت لكم الجوع والسم، جوج حوايج في الجيري. الجوع راسك يا خويا العزيز، الجوع الجمعه ان شاء الله، الجوع والسم. الله يلقى لك في هذه الجمعه ان شاء الله يا المسمومه. قلت لك البنان، قول لي شكرا، انت مول الخير، ميرسي يا خويا. كنت شبعانين دابا، شبعانين وشبعانين شبعانين، علاش تعايرونا؟ انا عيطت. تتعاينينا مجاوبه في التليفون، تتقولي وي الاداب، قولي السلام عليكم، شحب الخاطر. لا ما تقول السلام. وي انت تقول السلام عليكم، انا اللي معيط لك ابيبي. انا اللي معيط لك ابيبي. لا نو نو نو، ما تانغوجيستريهاش بليز بليز. وشنو غديري؟ واش نو سيل تو بلي، ما تسجلينيش انا ميمو. انا نقول لك واش مني. لا لا والله تكرفوا يا ربك، انا من البوليزاريو. قال لك مروكي نيكا، كان انت والمروك. انا من البوليزاريو، العيش القداح. انا من البوليزاريو. اسكتي لامك، اسكتي لامك السحاره. شتي شتي شتي، انا جبتك يا العنصريه، شتي غاسيست بطلع حرام. شتي انا قلت لك سحاره بالعاني وسبيتيني يا الخانزه. الله ينعل امك. قال لك خاوه خاوه شي اللي الجزائر تهان من طرف اسطوره الدقديق، وكان الدقديق على الكوميساريه الوزيريه كي نص الكفته. عنصريه بالحرام. انا عيطوا الكوميساريه ديال يوتي
نعم. الو، مركز الشرطه خويا هذا؟ المديريه العامه للامن الوطني. بزاف السلام عليكم خويا، بغيت ندير واحد الشكايه. الله يجزيك بخير. الشكايه مشتي راه شبر، انا كيف منين راك عيط؟ ما سمعتكش. حتى منين راك عيط؟ انا مين تنعيط؟ انا عمي حتى نعيط من وهران اخويا. اخي وهران؟ اه لا لا، قال لك عيط للولايه الكبيره حيت الشخص ما تقدرش تدير شكايه في التليفون. لا نجي عندكم، انا بغيت نستفسر، بغيت ندير شكايه ضد شنقريحه، وقال لي جري اللي في جهدك يا المروكي، والله لا صورتي شي حاجه. حشوم. الو شنقريحه، سمعتي شنقريحه؟ علقتي كي دار هذا، سمعتي شنقريحه ويعلق. نقلبوا في السماء دابا. شنقريحه جوج. انا عبد الجيسر. الو انا وحشومه تقطع عليا. نعم وحشومه تقطع عليا، شاد الصواب شاد الاداب. مروكي تايا وانا مغربي. اه في المش مرحبا بك. ومرحبا. بغيت ندير شكايه ضد شنقريحه، واش ممكن؟ لا انت وين تكون؟ الكره تكون دوكا. انا في الجزائر، انا تندخل الجزائر مع الدياب بالليل، ماشي مشكل. انا في الجزائر. انتك تكون في الجزائر دروكا؟ اه دروكا. اه وين راك ساكن في الجزائر؟ وانا بغيت ندير شكايه ضد شنقريحه، واش كاين شي جزائري يعني حر يقدر يدير لي هاد الشكايه؟ وين راك ساكن؟ وين راك ساكن في الجزائر انت؟ وانت في الولايه الشرطه وتتسولني؟ نعرفك واعر جبدني. انت عارف الموقع؟ حدد الموقع ديالي. ميم 6. الله يعطيك الخير. وقول لي قول لي واش ممكن ندير شكايه ضد شنقريحه؟ ما تقدرش ديرها في التليفون، راه الكوميسار اللي قريبه ليك وديرها. وعرفتي بعدا الموضوع ديال الشكايه؟ انا مي شوف اسمح لي دوك كان والو. واخويا خويا خلى لينا داك الصنداله ديالو، داك البرود كان خانز، خلى لينا خصو يجي يديها اخويا في انقالة، خلى لنا في انقالة. الو شنقريحه، شنقريحه جوج. المهم الدراري، هذه بداية مشرفة الأسطورة بعد غياب طويل. أنا وش نقريحة حتى نشوفوا إن شاء الله هاد الشنقريحة واش غيحيدوا ولا لا. الله وليدي تحيدوا كامل. المهم الخوت ما تبخلوش علينا بجيم بارطاج باش نرجعوا إن شاء الله كما كنا. تبارك الله عليكم، تحية لفلو جيموس، بارطاجوا جيم الله شين في اللوجة. وغادي نرجعوا نبداو نديروا لي لايف ديالنا في البرنامج يونو. غنحط لكم واحد الفيديو صغير نشرح لكم كيفاش تدخلوا، كيفاش تاجوتي، كيفاش ديروا فان، كيفاش دخلوا لي لايف ديالي ان شاء الله. اوكي تبارك الله عليكم، غادي نرجعوا لليالي ديالنا والنشاط لانه ولا غير حموضه.